احنا بنفتقدها كمصريين. يعني لسه الست المصريه بتقدر تدبر زي ست زمان ولا لا؟ ميرسي على السؤال بالطريقه دي. الجمله التركيبه دي هايله لانها تفتح لي المجال. صح، تدبير وثقافه. هي فعلا كده. تدبير يعني ايه؟ انا الترتيبات بتاعتي ايه؟ بس تعالى نقولها بقى بطريقه يعني اعمق شويه. ان انا هادير الميزانيه بتاعتي، اللي هو انا هظبط الدخل بتاعي، هشوف هو عامل ازاي، واشوف احتياجاتي اللي منها بنود كتيره اللي احنا متخصصين النهارده في حاجه واحده منها اللي هي الترفيه. الترفيه. فاحنا عشان نقول احنا عايزين نظبط الميزانيه، يعني ايه؟ يعني نخلي مصروفاتنا على الاقل قد دخلنا. فبالتالي مش هتخرم زي يا شيف ما حضرتك قلت، وزي يا ابو سينا ما قلتي مش عايزينها تخرم معانا. فنعمل ايه عشان ما تخرمش؟ نعمل، ما هو يعني لو بالبلدي كده قلنا، هي في فلوس داخله وفلوس خارجه. فلو اللي خارج اكتر من اللي داخل هتخرم. هتعمل عجز. عجز كلام علمي دلوقتي. عجز في الميزانيه. عجز في الميزانيه. وهنخش على ميزانيه المدرسه هنتعور. هنخش على حاجات كتيره. عديون. مش عايزين نعمل عجز. نعمل ايه بقى يا رانيا؟ نمره واحد، احنا نحط اولويات. نعم. ونعرف البند اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، بند الترفيه، ونحطه في مكانه الصح. احنا عندنا حاجه اسمها احتياجات اساسيه، وحاجه اسمها رغبات، وفي حاجه اسمها ترفيه او مرفهات او يعني طموح. احنا بنتكلم دلوقتي، هل البند بتاع الترفيه اللي هو الفسح، اللي هو الانشطه الرياضيه، اللي هو الهوايات بتاعه الولاد، او ان احنا نرتاح، او ان احنا يبقى عندنا فتره من الاجازه فنستغلها بطريقه سليمه، هتاخد جزء قد ايه من الفلوس بتاعتنا خلال الشهر؟ المفروض زي ما قلت احنا بنكون محوشين او عاملين لها جمعية. في ناس بيعملوا جمعية للمصرف. هايل. هايل فكرة ان انا في فند او امول. طبعا ده يعني من دردشتي مع ابو سينا عرفت ان هي دي تخصصها الاساسي. بتاعت الفلوس. ازاي امول اي فكرة انا عايزة احققها؟ ففكرة التمويل ده منها ان انا اعمل جمعية. يعني قصدك يا رانيا غير الجمعية، ان انا اصلا من اول السنة ابدأ اشيل جزء على جنب يكون بتاعي في الصيف، ما جيش في الصيف واتزنق. ميزانيتي الشخصية بتتعمل ميزانية سنوية زي الشركات كده. ما بتتعملش كل شهر. لان احنا ما عندناش ثوابت، احنا عندنا حاجات موسمية. زي ما قلتي المدارس، زي قلتي المصيف، الاعياد، رمضان، او وات ايفر خلال الموسم السنوي انا بيبقى عندي مصاريف موسمية. فانا ازاي اعملها خلال السنة؟ انا بحط بنودي واصنفها احتياجات اساسيه. احتياجاتي الاساسيه بتعرفها، ان انا ما اعرفش اعيش من غير الاكل والشرب، ما اعرفش اعيش من غير ايا كانت ايه. طالما انا سالت نفسي ما اقدرش اعيش من دي، من غير دي. يعني في ناس بيشتغلوا بالموبايل ما يقدرش يعيش من غير ما يبقى عنده فاتوره الموبايل مدفوعه شهرين. صح. والا شغله هيقف. صح. فبالتالي ده من الضروريات اللي ما يقدرش يعيش من غيرها. فانا ما عنديش حاجه نمطيه ثابته، ولكن تبقى متغيره على حسب كل واحد. فانا هنا احتياجاتي الاساسيه بحط لها 60% من دخلي. احتياجاتي بعد كده رغباتي بحط لها 20%، طموحاتي بحط لها 20%. طموحاتي دي بقى جاست الصيف تحت انهي؟ لا، تحت الرغبات دلوقتي. تحت الرغبات. تحت الرغبات. لان هي رغباتي اللي هتخلي حياتي اسهل واسعد. طموحاتي اللي هتخليها مزيد من الرفاهيه. فانا مش هينفع اقول لا ده رفاهيه دلوقتي ان الولاد يتفسحوا او ينبسطوا او في اجازتهم ما يتسلوش. طيب.